السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل كب كيك بالزعتر الأخضر. لو مش موجود عندكم أخضر ممكن تستعملوا ناشف. كمان رح نحتاج لزيت، بيض، حليب، طحين وبيكنج باودر، وفي عنا الجبنة النابلسية هاي أنا هون بشرتهم. هلا رح نبدأ بالطريقة. راح اخفق البيض شوي، يعني هو مو ما في داعي للمضرب بس للسرعة. هلا بضيف الزيت، بخلط هو كله خلط سريع سريع، بس أنا بطفي عشان ما تنزعجوا من الصوت. هلا بنضيف الزعتر، هلا راح أحط الجبنة. الجبنة يفضل تكون شوية يعني مايلة للملوحة شوي، مش مالحة كتير. هلا بنخلط، راح اكمل بايدي، راح احط الحليب. احط البيكنج باودر مع الطحين، بصير انزل الطحين شوي شوي واخلط. جهزت صينية الكب كيك وحطيت فيها الأكواب الورقية. هلا بواسطة سكوب الأيس كريم راح أعبي هون للنص، مش فل بس للنص. أنا طبعا كنت محمية الفرن على 170 درجة، راح أخبزهم بالرف الوسط لمدة من 25 ل 35 دقيقة مع المراقبة. طبعا ما بصير أفتح الفرن يعني لبعد مرور ثلث ساعة. بختبرهم بواسطة عود أو سكينة، لو طلع نظيف معناها استووا. ممكن تعملوهم بأكواب الكب كيك زي ما أنا عملت، أو ممكن تدهنوهم بصينية عادية، تخبزوهم عفوا بصينية عادية مدهون زيت ومرشوش شوية طحين، أو حتى تشكلوهم على شكل كرات زي مبدأ خلية النحل. يعني على أي حالة الطعم طيب، خاصة مع كاسة شاي بهالبرد كتير حتكون طيبة ومفيدة أيضا، وممكن تعطوها لأولادكم ياخدوها على المدارس، حتكون وجبة صحية بالنسبة لإلهم. لفي شوية ملاحظات بالنسبة للزعتر الأخضر، أنا هون حطيته أوراق كاملة، لو حبيتوا تفرموه ممكن. لو مش متوفر عندكم الزعتر الأخضر ممكن تستخدموا الزعتر المجفف، بس حتحطوا الكمية نفسها في كاسة مي مغلية شوي، بعدين تعصروها من المي وتضيفوها، يعني تضيفوا بس الزعتر المعصور على الخلطة، راح يعطيكم نفس الطعم كمان. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، اكتبوا لي بالتعليقات أراءكم الحلوة.
في نهاية الفيديو راح أنزلكم بعض الوصفات اللي نزلتها بالقناة، بتمنى تشوفوها. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى اللقاء.